نروح ل 2006 كابتن سعيد، وما حدش يقدر يقول ان المنافسة خلصت حتى هذه اللحظة، منافسة ساخنة للغاية. بص كابتن، مسابقة 2006 برضه من المسابقات القوية جدا. نعم. هذا الموسم المقاولين العرب بيتصدر المسابقة. نعم. وبيزاحموا على طول النادي الأهلي، وراهم نادي زد. يعني بس زد بعيد شويه لانه زد لعب 27 مباراه، هو زيادات يعني قصدي ان برضه زد. نعم. الزمالك برضه 54 من 27. نعم. مباراه، وكسبين زد كسبين غزل المحله في المحله 2-0، يعني برضه زد فريق قوي. كلهم بيقولوا من الفرق الممتازه جدا، ممتازه، وجايبين 2006. مدير فني اجنبي خبير. ده زد والمحله اللي قدامنا اهدافه 2-0 لصالح زد، لكن المقاولين براوا عليهم ان هم بهذه يعني زد. نعم. زد، لا زد كابتن من الفرق 2006، فرقه كويسه جدا، وعندهم كمان محمد هيثم في منتخب مصر مهاجم الفريق. محمد هيثم عبد العظيم طبعا، محمد هيثم عبد العظيم مهاجم كويس طبعا، له مستقبل كبير، وكان في نادي الزمالك وانتقل. نعم. زد، وكمان عندهم عبد المنعم، كمان حارس منعم حارس مرمى هيبقى كلهم بيشيدوا بيه، حارس مرمى هايل، واشتروا. نعم. اكتر من لعبه كابتن، اشتروا 3 لعيبه من مصر المقصه وماله، جميل. يعني الفرقه دي كابتن بالنسبه لهم هي فرقه، هي مستقبل نادي زد. انا اتمنى بس ان الاضاءه تزيد شويه، يعني حتى قلت على ملعب الاهلي والزمالك برضه، بص في حتت كتيره جدا مظلمه، فعايزين ندي للولاد حقهم. بس الجون وجماله جميل. حاجه بصراحه جميله، يعني ما شاء الله. كل الناس بتشيد بفرقه 2006. لا لا، فرقه 2006 كابتن بقول عليك، في زد من اقوى الفرق في مصر. نعم. وهم فيه اهتمام قوي جدا، ودعموا وجابوا لعيبه كمان من. نعم. سموحه. نعم. النتائج بسرعه، النتائج الجوله، الانتاج فاز على بيراميدز 3-2، والاسماعيلي على البنك الاهلي 4-0، المقاولين العرب على الزمالك 3-2، كانت مباراه قويه جدا، انبي مع دجله 1-1، زد على غزل المحله 2-0، وكوكاكولا 0-0 مع إسترا كومباني، والأهلي مع مصر المخاصة مؤجل. الجولة القادمة إن شاء الله كابتن، دجلة مع المقاولين، والزمالك مع الإسماعيلي، زد مع إنبي، المصري مع الأهلي، هتبقى مباراة قوية على النادي الأهلي، المخاصة مع بيراميدز، إسترا كومباني مع غزل المحلة، والإنتاج الحربي مع كوكاكولا. أنا خليني أقول التشكيل بسرعة. محمد كابتن. صبحي حراسة المرمى، من الإنتاج الحربي عمر صدومة، عبد الله هشام، محمود محمد، أحمد شرف، عمر مجيب، عبد العزيز ميدان، أنس تامر، كريم توفيق، احمد حسن، عبد الرحمن هاني، مدرب الجوله مجدي مصطفى، المقاولين عرب، لاعب الجوله محمود محمد، لاعب نادي الاسماعيلي.